التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي السعودية إلى الإفراج عن نشاطات محتجزات، تؤكد تقارير لمنظمات دولية أنهن تعرضن للتعذيب. وقالت باشلي في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن اضطهاد ناشطين مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها. قال دبلوماسيون إن الدول الأوروبية ستحض غدا في مجلس حقوق الإنسان السعودية على الإفراج عن ناشطين محتجزين والتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأوضح ناشطون أن أيسلندا تقود المبادرة التي تدعمها الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى من أجل توجيه انتقاد إلى السعودية. Application of international human rights and humanitarian law. سعي الأوروبي لوقف الانتهاكات الحقوقية السعودية. أيسلندا وبدعم من الدول الأوروبية ووفود أخرى ستقود تحركا في المجلس الذي يضم 47 دولة من أجل توجيه انتقاد للسعودية. بيان مشترك ينتظر أن يصاغ بلغة تحث السعودية على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. دبلوماسي أيسلندي قال إن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على القضايا التي تستوجب اهتماما جماعيا في المجلس الدولي، معتبرا أن على أعضائه مسؤولية خاصة في صون هذه الحقوق وحمايتها. التحرك في مجلس حقوق الإنسان يأتي عقب أيام على إصدار النيابة العامة السعودية بيانا أعلنت فيه إحالة معتقلين إلى المحاكمة، تقول منظمات حقوقية إنهم من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة. منظمة هيومان رايتس ووتش رحبت بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة أنه ما من دولة فوق القانون. ساحة أخرى تنتقل إليها الجهود الدولية لوقف الانتهاكات السعودية بعدما قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قبل أيام إن الرياض تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي. هو امتحان جديد لقيم الدول الأوروبية ومبادئها إزاء حقوق الإنسان، وما إذا كانت هذه الدعاوى ستصمد حتى النهاية أم إنها ستتوارى خلف مصالح اقتصادية وسياسية لطالما أبطأت أو عطلت من مواجهة الرياض.